أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس جلسنا لهذا اليوم للصف الأول ثانوي النظام الفصلي مادة الكيمياء. الفصل الدراسي الأول، موضوع الدرس النشاط الإشعاعي وأنواع الإشاعات، وسيقدمه محدثكم الأستاذ عرضوان. لنبدأ يا إخوان على بركة من الله. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أولا تفسير العلاقة بين الأنوية غير المستقرة والتحلل الإشعاعي. ثانيا، تصف أشعة ألفا وبيتا وغاما بدلالة الكتلة والشحنة. نبدأ يا إخوان. أولا، هل تعرف معنى هذه العلامة؟ لاحظ هذه العلامة يا إخوان تظهر في شاشة التلفاز في بعض المحطات يا إخوان أو في بعض الأخبار. لاحظ هذه العلامة يا إخوان، سوف نوضح ماذا تعني هذه العلامة وما هو مدلولها من خلال الدرس بإذن الله تعالى. طيب يا إخوان، في أي صورة تكون الكرة مستقرة؟ لاحظ، هل في الصورة رقم 1 التي في الأعلى أم في الصورة رقم 2؟ طيب يا إخوان، الكرة مستقرة عندما تكون في الأرض. عندما تكون في الأرض، إذا الصورة رقم 2 تكون هنا الكرة يا إخوان مستقرة. تكون الكرة مستقرة عندما تكون الكرة بالأعلى يا إخوان كما في الصورة رقم 1، فإنها اكتسبت طاقة، لذلك يا إخوان فهي ترتفع إلى أعلى. عندما تعود إلى أسفل يا إخوان فإنها تفقد هذه الطاقة وتعود لوضع الاستقرار كما هو الحال في الصورة رقم 2. إذن تعتبر هنا في الحال رقم 2 أو الصورة رقم 2 الكرة في هذه الحالة هي مستقرة يا إخوان، هي مستقرة لأنها فقدت الطاقة التي اكتسبتها ورجعت لوضع الاستقرار، رجعت لوضع الاستقرار. النشاط الإشعاعي، لاحظ العلماء يا إخوان، لاحظ العلماء في عام 1890 ميلادي أن بعض المواد تصدر إشعاعات يا إخوان من خلال عملية سميت هذه العملية بالنشاط الإشعاعي، سميت بالنشاط الإشعاعي، وتسمى الأشعة والجسيمات المنبعثة منها المواد المشعة تسمى يا إخوان تسمى بالمواد المشعة، تسمى هذه المواد التي تنبعث منها هذه الإشعاعات بالمواد المشعة يا إخوان، بالمواد المشعة. كما نلاحظ يا إخوان العلامة هذه تدل على نشاط الإشعاعي يا إخوان، العلامة هذه تدل على نشاط إشعاعي. كما تلاحظون هنا هذه هو عبارة عن مادة مشعة، وهنا جهاز يستخدم في قياس هذه الإشعاعات الصادرة من هذه المواد. إذن المواد التي تصدر عنها هذه الإشعاعات تسمى يا إخوان بالمواد المشعة، بالمواد المشعة. هل تعلم أن هذه الصخرة التي بحجم اليد يا إخوان يمكن أن تنتج طاقة كهربائية لمنزلك لمدة شهر كامل؟ إذن صخرة يا إخوان بهذا الحجم الضئيل ممكن أن تنتج طاقة كهربائية عالية جدا يا إخوان، والسبب يعود يا إخوان إلى النشاط الإشعاعي التي تملكه هذه الصخرة، التي تملكه هذه الصخرة يا إخوان. عرفنا سابقا يا إخوان أن التغيرات تنقسم إلى التغيرات التي تحدث للمادة، قسمناها يا إخوان تغيرات فيزيائية، وقلنا هو التغير يحدث في الشكل الخارجي للمادة. بعد ذلك النوع الآخر هو التغيرات الكيميائية، وقلنا يا إخوان أن التغير الكيميائي يحدث في تركيب المادة الداخلي وينتج عنه مادة جديدة. لكن تم اكتشاف يا إخوان نوع جديد من التغيرات، هي التغيرات النووية، هي التغيرات النووية، وهي التي يا إخوان تحدث داخل نواة كل ذرة، تحدث يا إخوان داخل نواة كل ذرة. إذن التفاعل الكيميائي أو التغير الكيميائي يحدث يا إخوان للمادة لمادة وأكثر وينتج عنه مواد جديدة، وتتشارك في إلكترونات الذرة فقط. التغير الكيميائي يحدث مشاركة في إلكترونات الذرة فقط، ورغم أن الذرات قد يعاد ترتيبها في التفاعلات الكيميائية إلا أن هويتها يا إخوان تبقى ثابتة، هوية الذرات في التفاعل الكيميائي تبقى ثابتة يا إخوان. لكن في النوع الآخر الذي هو عبارة عن التغير النووي أو التفاعل النووي يا إخوان، هنا يا إخوان يستطيع أن يحول عنصر إلى عنصر آخر، لأنه يحدث يا إخوان تغير في نواة الذرة، وعندما يحدث تغير في نواة الذرة فإنه نستطيع يا إخوان تحويل عنصر إلى عنصر آخر، هذا في التغير النووي. ما هو الفرق بين المعادلتان؟ لدينا المعادلة رقم 1 ومعادلة رقم 2، ما هو الفرق يا إخوان؟ المعادلة التي في الأعلى هي معادلة كيميائية، هي معادلة كيميائية. الهيدروجين يتفاعل يا إخوان مع الأكسجين ليكون لدينا مركب الماء،
نلاحظ هذا التغير يا إخوان في طبيعة العناصر، ولكن يا إخوان لم يحدث، لم ينتج لدينا، ينتج لدينا هو يعتبر هنا تغير كيميائي. عندما يتفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الأكسجين يكون لدينا مركب الماء، ولكن المركب مكون من ماذا يا إخوان؟ مكون من العناصر المتفاعلة من الهيدروجين والأكسجين، واضح؟ لكن المعادلة التي في الأسفل نلاحظ لدينا يا إخوان نيوترون يقوم بالاصطدام بذرة نيتروجين يا إخوان، فيقوم بتحويلها لعنصر آخر يا إخوان، عنصر آخر كليا، وهو عبارة عن عنصر الكربون، وهو عبارة عن عنصر الكربون يا إخوان. إذن هذه الفرق يا إخوان بين التغيرات الكيميائية والتغيرات النووية التي تحدث كما في المعادلة التي أمامنا يا إخوان، أو المثال الذي أمامنا. التفاعلات النووية، التفاعل النووي هو التفاعل الذي يؤدي إلى تغير في نواة الذرة يا إخوان، ومن خلال هذا النوع من التفاعلات نستطيع أن نحول عنصر إلى عنصر آخر كما في المثال السابق، أو كالمثال التالي يا إخوان، لدينا هنا نيوترون يضرب عنصر اليورانيوم فيتكون لدينا عناصر مختلفة كليا يا إخوان عن العناصر المتفاعلة. إذن هذا يا إخوان هو الفرق بين التفاعل الكيميائي والتفاعل النووي، والتفاعل النووي. التحلل الإشعاعي، تفقد الأنوية غير المستقرة طاقة بإصدار إشعاعات في عملية تلقائية تسمى التحلل الإشعاعي. إذن يا إخوان عندما تكسب الذرة طاقة فإنها تكون في وضع غير مستقر، لتعود لوضع الاستقرار تقوم بفقد الطاقة التي اكتسبها عن طريق عملية التحلل الإشعاعي، لتعود لوضع الاستقرار، لتعود لوضع الاستقرار. إذن لدينا هنا كما في المثال الأول يا إخوان، الكرة عندما تكون في وضع غير مستقر فإنها تحدث لها عملية تحلل إشعاعي لتعود لوضع الاستقرار، إنها تفقد الطاقة التي اكتسبتها عن طريق عملية التحلل الإشعاعي لتعود يا إخوان لوضع الاستقرار. كذلك الذرات، كذلك الحال في الذرات، إذا تفقد الأنوية غير المستقرة طاقة بإصدار إشعاعات في عملية تلقائية تسمى هذه العملية يا إخوان التحلل الإشعاعي. هل تعلم أن 7 ميلي جرام من مادة اليورانيوم تنتج طاقة كافية لجعل أكبر ناقلة نفط يا إخوان تدور حول العالم 7 مرات؟ هذا يوضح لنا يا إخوان مقدار أو كم الهائل التي تنتج من الطاقة من خلال المادة المشعة يا إخوان، من خلال المادة المشعة. لدينا كمية بسيطة يا إخوان من اليورانيوم، تستطيع هذه الطاقة التي في هذه الكمية أن تجعل هذه الناقلة تدور حول العالم 7 مرات يا إخوان، فينتج هذه الكمية المواد المشعة تنتج طاقة هائلة يا إخوان، طاقة بكميات هائلة. أنواع الإشعاعات، لدينا يا إخوان 3 أنواع من الإشعاعات، هي أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما، وأشعة جاما يا إخوان. بدأ العلماء البحث يا إخوان حول النشاط الإشعاعي في أواخر القرن 19، قاموا يا إخوان بوضع تأثير مجال كهربائي في عملية الإشعاعات، فقد تمكن العلماء عند إمرار يا إخوان من أشعة من مصدر مشع بين صفيحتين، مر يا إخوان مصدر مشع واستخدموا مكعب من الرصاص لتحديد هذه الأشعة، وقاموا بوضع صفيحتين مشحونتين، وقاموا بوضع يا إخوان شريحة يا إخوان وطلوها بمادة كبريتات الخارسين. فائدة من هذه المادة، إذا اصطدمت بها الأشعة يا إخوان تصدر ضوء، يعرفون مكان اصطدام الأشعة بهذه الشريحة التي هنا باللون الأصفر. بعد ذلك يا إخوان لاحظوا 3 أشياء يا إخوان، لاحظوا أن هنالك أشعة تصدر، هي تنجذب ناحية الشريحة الموجبة هنا يا إخوان، أطلقوا عليها جسيمات بيتا، ولاحظوا أن هنالك أشعة تسير بخط مستقيم، لا تنجذب لا إلى الشريحة الموجبة ولا إلى الشريحة السالبة، أطلقوا عليها أشعة جاما، ولاحظوا أن هنالك أشعة انجذبت بناحية الشريحة السالبة، بناحية الشريحة السالبة يا إخوان، أطلقوا عليها جسيمات أو أشعة ألفا يا إخوان، أشعة ألفا. إذن من الملاحظ يا إخوان، من الملاحظ أن أشعة ألفا ما دام أنها انجذبت يا إخوان ناحية الشريحة السالبة فهي تحمل شحنة موجبة، فهي تحمل يا إخوان
شحنة موجبة. إذا سميت الأشعة التي انحرفت ناحية الشريحة أو الصفيحة السالبة أشعة ألفا، وهي مكونة يا أخوان من جسيمات ألفا، وجسيمات ألفا تحتوي على بروتونين ونيترونين، يعني اثنان من البروتونات واثنان من النيترونات، وتحمل هذه الجسيمات يا أخوان شحنة موجبة، لذلك انجذبت إلى الشريحة السالبة شحنة موجبة، وهو الذي يفسر يا أخوان انجذاب جسيمات ألفا نحو الشريحة السالبة، كما تلاحظون الذين هنا شريحة سالبة، لذلك يا أخوان انجذبت أشعة ألفا ناحية هذه الشريحة باتجاه هذه الشريحة. أما جسيمات بيتا يا أخوان فهي انجذبت إلى الشريحة الموجبة يا أخوان، أطلق عليها هذه الأشعة التي انحرفت ناحية الشريحة الموجبة أشعة بيتا، وتتكون أشعة بيتا يا أخوان من جسيمات بيتا السريعة، وكل جسيم من جسيمات بيتا هو عبارة عن إلكترون، ورمز الإلكترون شحنة الإلكترون سالب يا أخوان ورمزه إي، فهذه الجسيمات شحنتها سالبا جذبت ناحية الشريحة الموجبة يا أخوان. أما جسيمات ألفا أشعة جاما فهي جسيمات يا أخوان غير مشحونة. لماذا؟ لأنها لم تنجذب لا إلى الشريحة الموجبة ولا إلى الشريحة السالبة، فصارت بخط مستقيم يا أخوان، صارت بخط مستقيم. إذن أشعة الثالثة هي عبارة عن أشعة جاما، أشعة ذات طاقة عالية لا كتلة لها يا أخوان، يرمز لها بالرمز جاما، هذا الرمز يا أخوان يرمز لها بهذا الرمز، وهي أشعة متعادلة، إذن لم تنجرب إلى الشريحة الموجبة ولا إلى الشريحة السالبة الأشعة المنبعثة، أنواع الأشعات يا أخوان، الأشعة المنبعثة من خلال المواد المشعة، إذن لدينا هنا عينة من مادة مشعة يا أخوان، إذن يصدر عنها ثلاثة أنواع من الأشعة، أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما. أشعة ألفا يا أخوان قادرة على أن تصل إلى حد الورق يا أخوان، ولا تستطيع أن تتجاوز الورقة، لكن أشعة بيتا قادرة على أن تتجاوز الورقة وتقف عند طبقة رقيقة من القسطير، لا تستطيع أن تخترق القسطير. أما أشعة جاما فتستطيع يا أخوان هذه الأشعة أن تخترق الورقة وأن تخترق القسطير وأن تصل إلى جزء يا أخوان كبير من طبقة من الرصاص، طبقة من الرصاص. إذن لأخطرها هي أشعة جاما يا أخوان، أشعة جاما. إذن هذه أصناف الأشعة المنبعثة من خلال المواد المشعة. خصائص الإشعاعات، إذن كما سبق ونوضحنا لدينا ثلاثة أنواع من الإشعاعات، هي أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما. أشعة ألفا هي عبارة عن بروتونات ونيوترونات، إذن اثنان من البروتونات واثنان من النيوترونات. أما أشعة بيتا فهي عبارة عن إلكترونات، وأشعة جاما هي عبارة عن طاقة عالية ليس لها كتلة يا أخوان، هي أشعة ذات طاقة عالية ليس لها كتلة. أما رمز أشعة ألفا فهو هذا الرمز يا أخوان أو الهيليوم. أما أشعة بيتا فرمزها البي أو إلكترون، وأشعة جاما يرمز لها بهذا الرمز يا أخوان، رمز جاما. أشعة ألفا يا أخوان شحنتها موجب اثنان، وأشعة بيتا شحنتها سالب واحد، وأشعة جاما ليس لها شحنة لأنها متعادلة ولم تنجذب يا أخوان لا إلى الشريحة الموجبة ولا إلى الشريحة السالبة. إذن هنا هذا الجدول يوضح خصائص الإشعاعات. استخدامات الإشعاعات يا أخوان، هذه الإشعاعات يا أخوان تستخدم في مجالات عدة، منها المجالات الطبية ومنها المجالات الصناعية كما تلاحظون، ومنها تستخدم في إنتاج للطاقة النظيفة، أو منها تستخدم أيضا في المجالات العسكرية والمجالات الحربية. هذه كلها يا أخوان من استخدامات الإشعاعات التي تنتج عن المواد المشعة. وصلنا إلى التقويم، نريد أن نختار الإجابة الصحيحة بين الخيارات المتاحة لكل فقرة مما يلي. أولا السؤال الأول يقول: التفاعل الذي يتضمن التغير في نواة الذرة، هل هو التفاعل الكيميائي أم التفاعل الفيزيائي أم التفاعل النووي؟ قلنا يا أخوان أن التفاعل الكيميائي هو تفاعل يحدث بين مادتين أو أكثر لينتج لدينا مادة جديدة، والتفاعل الفيزيائي أو التغير الفيزيائي تغير يحدث في شكل المادة الخارجي، لكن لا يحدث تغير في تركيب المادة الداخلي. والتغير النووي يا أخوان أو التفاعل النووي
هو تفاعل يتضمن التغير في نواة الذرة. إذن الإجابة الصحيحة هو الخيار جيم يا إخوان. إذن الخيار جيم هنا هو تفاعل يا إخوان يحدث تغير في نواة الذرة، يحدث تغير في نواة الذرة. الفقرة التالية: الأنوية غير المستقرة تفقد الطاقة بإصدار الإشعاعات بشكل تلقائي، هل يمثل هذا التحلل الكيميائي أم التحلل النووي أم التحلل الإشعاعي؟ طب يا إخوان هذا هو عبارة عن التحلل الإشعاعي، عملية التحلل الإشعاعي. الأنوية غير المستقرة تفقد الطاقة يا إخوان بإصدار الإشعاعات بشكل تلقائي لتعود لوضع الاستقرار يا إخوان، لتعود لوضع الاستقرار. الفقرة الأخيرة: إشعاعات عالية الطاقة غير مشحونة وليس لها كتلة، هل هي أشعة ألفا أم أشعة بيتا أم أشعة جاما؟ بالطبع يا إخوان هي أشعة جاما التي ليس لها شحنة يا إخوان، أشعة جاما ليس لها شحنة. إذن أخذنا يا إخوان في هذا الدرس النشاط الإشعاعي وأنواع الإشعاعات، أخذنا تعريف التفاعل النووي، وقلنا التفاعل النووي هو تفاعل يتضمن التغير في نواة الذرة. بعد ذلك يا إخوان أخذنا النشاط الإشعاعي، وقلنا هو عملية تقوم من خلالها بعض المواد المشعة بإصدار إشعاعات تلقائية. أخذنا التحلل الإشعاعي يا إخوان، وبعد أخذنا أنواع الأشعة، وقلنا لدينا ثلاثة أنواع من الأشعة هي عبارة عن أشعة ألفا وبيتا وغاما.